ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا ونستقبل ضيفنا اللي منورنا في استوديو عيش سعيد اللي هنتكلم معاه عن موضوع مهم قوي. بقينا نسمع كتير قوي كلمة جين زي أو جينيريشن زد، كلام احنا ممكن مش كلنا نكون فاهمينه إلا لو كان عندنا حد في البيت أو في العيلة أو من الناس المحيطة بينا من الجين زي أو من الجينيريشن زد، اللي هم الجيل اللي من مواليد 96 ل 2012 تقريبا، يعني في الحدود دي. الجيل ده بيبقى ليه طريقة تعامل مختلفة، كلام مختلف، تحس كده ان انت محتاج علشان تتعامل مع حد من الجيل ده لازم تبقى واخد الروشتة مظبوط وماشي عليها بالخطوات، لان انك مش هتعرف تفهمه ولا هو هيفهمك ولا هو عنده استعداد اصلا ان هو يفهمك. عشان كده منورنا اللايف كوتش عمرو اسماعيل النهارده علشان يكلمنا عن الجين زي. منورنا، اهلا بيك. ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كله تمام. تمام. هنتكلم عن المجموعه الكبيره اللي كلهم شبه بعض. انا يعني بقيت اشوف انزل كده الشارع، اروح النادي مثلا، التمارين، الحاجات دي، بقيت اشوف كل الشباب نفس القصة، نفس الشكل، نفس الستايل، نفس طريقة الكلام، وفي الآخر دول مين يا جماعة؟ دول الجين زي. إيه هما بقى الجين زي؟ ممتاز جدا. طبعاً أنا بحكي على الموضوع ده حقيقي، لأنه فعلاً في البيوت في مشاكل كبيرة جداً بتحصل بسبب ما بين الأهل وما بين بعضهم، بسبب والشباب الموجودين والأطفال، بسبب الاختلاف الطباع. والحاجة الجميلة اللي أنت قلتيها إن هما متشابهين قوي كأنماط، تحس إن هما ستامب كده واحدة يعني. أولا عايزين نعرف بس هما الناس دي بقت ليه مميزة، خلينا نتكلم ان هما مش مختلفين، هما مميزين بالنسبة لنا يعني. أولا الناس دي دخلوا في وقت أو ابتدوا يحصل لهم عملية نمو مع دخول الانترنت في كل البيوت، عكس ما كان قبل الفترة دي خالص. في الأجيال اللي قبل كده كان مش كل البيوت فيها انترنت، زائد حاجة احنا بنسميها التايبنج رومز. يعني ايه التايبنج رومز؟ ان اي حاجه فيها ادوات طباعه سواء كيبوردز او موبايلز او ده بدا ينتشر. قبل كده ما كانش فيه الكلام ده منتشر بشكل كبير. ده ابتدى يخلق حاجه اسمها ايديولوجي، بقى نظام تفكير كده او نمط تفكير معين مع استخدام الشخص الانترنت وسرعه ولوجه لاي بيانات هو بيحبها من وهو صغير. وده بقى بالنسبه له عادي. احنا بالنسبه لنا ده ممكن جيل قبل كده كان بالنسبه له ده واو، يعني انا عايز اجيب حاجه على جوجل مثلا، عايز اعمل سيرش على حاجه معينه، ده كان صعب او كان انبهار. هو بالنسبه لهم الموضوع ده عادي. فابتدى ده يتكون بعد كده، ندخل في محطه اسمها التواصل الموحد السريع. يعني الناس دي كلها بتتابع حاجه واحده في وقت واحد وبيقدروا يتواصلوا مع بعض اسرع مننا. احنا كان وسيله التواصل ايه لو تفتكري؟ الموبايل كان حاجه واو، بعد كده الاس ام اس، بعد كده مش عارف ايه الحاجات دي. كان في ياهو بقى، الناس القديمه بالظبط، حنن رنتين وقفل وكانسل. الناس دي لا، ابتدت تدخل مع السوشيال ميديا، ابتدت تظهر معاهم سواء الفيسبوك او ما بعده او ما قبله او اللي ظهرت معاه ابلكيشنز وبعد كده وقفت والحاجات الموجوده دلوقتي. الناس دي ده العادي في التواصل مع بعض. ده ابتدى يخلق ايديولوجي في التفكير مختلف عننا خالص. وقيسي على كده كمان حاجه مهمه قوي لازم الناس تعرفها في البيت، الاهالي. الناس دي كلها بتتابع ميديا واحده، خاصه في الانترتينمنت، يعني في الترفيه، سواء على مستوى الميوزك او على مستوى الموفيز او على مستوى السيريز. فبيتابعوا وثقافات، يعني جت في وقت كبير جدا مع الناس دي ضربت الثقافه الكوري، عارفه كان كله بيتابع حاجه واحده بس. والثقافه دي لما بتفرج على حاجه في التي في وبتابعها او اونلاين او على الابلكيشن، ده طبيعي جدا. اي ثقافه مختلفه عني اكيد فيها حاجات مش هتناسبني، خلينا نتكلم بوضوح يعني. بس ده خلى الناس دي تنشا كلها بفكر ايه واحد. يعني هتلاقي حتى الالفاظ، المصطلحات اللي بيستخدموها مع بعض مختلفه شويه، وتحس ان هم فاهمين بعض. وقد يكون احنا بنستغرب ده، على الرغم احنا عن الجيل اللي قبلنا عندنا مصطلحات على فكره ديفرنت، يعني هم الجيل اللي قبلنا بيستغربها فينا لما كنا شباب. الجيل الزد جينيريشن عندهم مصطلحات خاصة بيهم بيتكلموا بيها مع بعض، وهو ما بيقصدش ده، هو ده طبيعي. تايبنج حصل ما بينهم كده، ابتدى حاجة اسمها دوبليكيتد بقى، الثقافة ابتدت تتنسخ في أكتر من شخص في أكتر من مجتمع. وعايز أقولك على حاجة غريبة، أسألك سؤال مباشر ليك، كان عندك كام صديق غير مصري أو كام صديقة غير مصرية وانت مثلا من حوالي مثلا 10 15 20 سنة تقريبا؟
لا انت سالت الشخص الغلط، انا كنت عايشه بره فكان ممتاز. فده كان عندي اختلاط ثقافات. العكس العكس كان في كام صديق في مصر لو انت كنت عايشه لا بره؟ ما كانش في، كان قليل. انا عايز اقول لك ان الجيل ده من احد مميزاته بالنسبه لنا احنا قد تكون صفه كارثيه لو انا تخيلت ده وانا صغير، ان الناس دي عادي جدا يكون عنده اصدقاء في كل دول العالم نتيجه الابلكيشنز ونتيجه اللايف اكشن اللي بياخده كل يوم. جيمز اصلا للجيل اللي اصغر من جان زي كمان، الجيمز بتخليهم يعرفوا ناس كتير قوي من خلال الابلكيشنز ليها لعب فيها تشاتنج مع ناس في العالم كله. بالظبط، خاصه جيل الفا ده طبعا ده كارثي، ده حلقه لوحده. اللي هو الجيل الفا اللي بعد الزد جينيريشن على طول. الالفا ده اخطر بقى، احنا داخلين طبعاً على الليفل الوحش. هو ده احنا بنسميه يعني الاي اي جينيريشن، يعني هو هو اتولد ده بقى مش بنتكلم فيه سوشيال ميديا، في اجهزه، في الكلام ده، في وسائل اتصال، لا ده اتولد مع الاي اي ومجبر ان هو يستخدمه اصلا دراسيا. يعني خلاص احنا بنتكلم ان في كل دول العالم دلوقتي حتى في مصر بقى في تاسكس لازم يعملها عن طريق الاي اي ارتفيشال انتليجنس. فده شخص اتولد وهو صغير، احنا كنا بنفرح قوي بطفل، ايه ده حافظ الباسورد بتاعت الموبايل، ايه ده بيدخل على ابلكيشن مش عارف ايه، لا ده حد بيتعامل مع اي اي ذكاء اصطناعي، فالموضوع مختلف خالص. نرجع للزد جينيريشن بقى، هنا بتيجي في مشكله كبيره بتيجي من اختلاف الطباع ما بيننا وما بينهم وهم موجودين في البيت، لان الناس دي بيبقوا اولا بيتواصلوا بشكل قوي جدا. على فكره عندهم المبدا الخاص بالصحه النفسيه والراحه النفسيه احسن مننا بكتير، يعني احنا الاجيال القديمه كلها، مش عايز اكبر نفسي يعني، بس بتكلم الاجيال القديمه هتكلم عن نفسي يعني. تمام، الاجيال القديمه كلها كان الموضوع الصحه النفسيه والصحه العقليه، وان انت تكون مستريح في الحاجه اللي بتعملها، وان الشغل لازم تكون بتحبه ومستريح فيه، ده كان بالنسبه لنا احنا انت بتهزر، ده طبيعي الشغل انا هيبقى عندي مشاكل، يعني طبيعي ان انا بعمل حاجه مش بحبها. الجيل ده لا، الموضوع مختلف لدرجه ان الهيومن ريسورس سيستم دلوقتي بنتكلم في اي سيستم هيومن ريسورس بيتبني تبع اي شركه بدون ذكر اسماء يعني، لاي ابلكيشن بيتعمل لاي شركه عالميه، بيتم تصنيف الناس دي في وظائف معينه وبيعرف نسبتهم هتكون قد ايه، لان بيقع على عاتقهم كل ما هو ابتكاري وكل ما هو فيه انت شايف ان الموارد البشريه او الاتش ار او الهيومن ريسورس بيختاروا اكتر الشباب الصغير لان هم بيبقى عندهم فكر مختلف في وظائف معينه. انا مثلا ده شخص متطلع من وهو صغير، فانا شايف ان هو هيبقى مور كرييتيف، هيبقى عنده فكر مختلف بالظبط، فعشان كده اقدر ان بالزبط. انا اعين الشخص ده عن شخص تاني بيفكر بالطريقه القديمه حتى لو كان اشطر. ده عايز اقول لك على حاجه غريبه، ان دلوقتي فرضوا على بعض يعني الادارات اللي هي بتمشي على الريسيرشز الاخيره بتقول ان انا لو عندي فئه معينه من الزي جينري او زد جينريشن موجودين عندي في الشركه لازم ما يقلش في الاداره عن او في الكوميونتي بتاعهم عن 49% اتليست من نفس الجيل. ليه؟ لان هو بيعتمد عشان يمارس حياته بشكل طبيعي يكون في ناس من نفس الفئه بتاعته. لو النسبه دي ابتدت تقل هو مش هيعرف يتعامل، ده هيبقى كارثه، لانه انا تفكيري غير تفكيرك، انا من جان زي بتعامل بالاي اي وبالتكنولوجي وانت بتتعامل بطريقه ثانيه، فاحنا مش عارفين نكونكت الكلام بالزبط. اصلا حتى ده للاسف في مديرين بيعملوا العكس، يعني بيتعمد انه ما يعينش السن ده، بيقول ما بعرفش اتعامل معاه، انا السن ده بالنسبه لي اي حاجه بيعلق عليها بيسال ليه، طب ده بنعمله ليه، طب ليه ما نغيرش، طب ليه ما نطورش، طب ليه البوليسيز بتاعت الشركه بتبقى كده. طب هو انا عندي بس معلومه تانية كده، ان اصلا الجيل ده كله ما عندهمش فكره ان انا ابقى موظف، هم طالعين لوحدهم سي اوز، هم طالعين عندهم البرايفت بزنس بتاعهم، هم عندهم البروجكت بتاعهم، كل واحد مفكر ان هو انا مش عايز ابقى موظف، انا عايز يبقى عندي انا الاونر بتاع ان شاء الله سمول بزنس، انا موافق جدا بتاع اي حاجه، بس انا اللي هكرييت حاجه بروجكت وعايز اعمل ده. على فكره انا ده بشوفه حتى مع بنتي الثمان سنين ممتاز. لما بسالها عايز تبقي ايه، هي بتقول لي انا عايزه اعمل كذا وعايزه اعمل كذا، كلها مشاريع مش وظايف. حلو قوي، فده خلينا حاجة خلينا برضو مختلف يعني، خلينا نتكلم غريب. انا موافق جدا يا سهى، لان لو خدت اللاين اللي انا كنت بتكلم فيه اللي جوه التعامل مع الهيومن ريسورس مع حد مبتكر وحد بيحب الانطلاق في الشغل بتاعه، امسك اللاين ده بقى ونطلع بيه، طب بقيه الجيل ده بيحب يشتغل ايه، هتلاقي ان هو اول اتجاه طبعا بومينج الفريلانسر
او الفريلانسرز عموما انطلق من الجيل ده بشكل حقيقي، والمفهوم ده ما كناش بنسمع عنه، كنا نقول كلمه العمل الحر، ما كانش في اي وظيفه، كان في وظائف معينه، وظائف معينه اللي تقدر تاخد شيفت هنا وشيفت هنا وشيفت هنا. الجيل دوت لا، نقل مع طبعا الظروف الاقتصاديه العالميه، نقل وابتدى يتكيف مع الامور، لان خدي بالك الجيل ده الكبير منه اول ما اتخرج او هو في الكليه خبط في كورونا وخبط في ازمات اقتصاديه عالميه، وخبط ان هو وهو متطلع فهو عايز يخلق نظام حياه جديد خالص ليه، فابتدى يعمل ايه؟ هو مش بيتمرد، هو بيبتدي يتكيف بشكل ايجابي مع اللي بيحصل بشكل اسرع، وعنده الامكانيات لده، فابتدى يطلع فكر ان في ناس تتوجه ان هم يكونوا انتربرينورز بقى، اللي هم الناس اللي هم رواد الاعمال، ويبتدي يشوف فكره جديده ويدور على تمويل، يبتدي منهم السمول بزنس مان بقى اللي هو البيزنس موديل الصغير، ويبتدي يشوف. ويمكن لو خدنا برامج معينه من البرامج المشهوره عالميا مثلا بدون ذكر اسم، اللي هو بيبتدي يدي تمويلات للشباب او للناس اصحاب المشاريع، وشوف كام سن الاعمار الناس اللي بتتقدم بافكار جديده خارج الصندوق اللي بتدخل البرامج ده في كل النسخ عالميا، هتلاقي ان نسبه كبيره جدا بيبقى من الزد جينيريشن، ودي احصائيه مهمه. مش معنى كده ان الاجيال القديمه انكواليفايد، ومش معنى كده ان الاجيال الجديده انكواليفايد، لا، هو الجيل ده مميز في المرحله اللي زي ما بيقولوا كده الجيل المناسب. عشان كده الملاحظه اللي انت لقيتيها حته ان هو حابب يكون حر نفسه، مالك نفسه، انا عايز اشتغل الحاجه اللي بحبها حتى لو هتجيب لي ايراد، مش عايز اضيع وقت. فكره برضو ان انت لو هتشتغل موظف انت عندك تايم معين، انت عندك شيفت 8 ساعات من كذا لكذا. طب يا جماعه انا كرييتيف، انا بخلص شغلي بسرعه، انا اقدر انجز التاسك بتاعتي دي، بدل ما انت حاطط لي 8 ساعات انا ممكن اعملها في ساعتين ثلاثه وابقى خلصت، فليه بتضيع لي وقتي في الثمان ساعات؟ انا عايزه اتمرد على فكره الرولز او القوانين اللي محطوطه لقوانين العمل، انا مش عايزه اشتغل بالطريقه دي، انا هاجي اعمل التاسك بتاعتي وامشي، مش ملزم ان انا اقعد. عايز اقول لك بقى حتى في الجواز وقتي بفلوس، حتى في الجواز افكارهم برضو بتبقى بالنسبه للاب والام دلوقتي ويرد غريبه، يعني نفس اللي بيحصل في سوق العمل ده بيحصل في البيت بقى، في الاكل، في الجواز، هنتجوز فين، شكل الفرح عامل ايه، شكل البيت عامل ايه، انا ولا ليه ابتدي بشقه كامله، انا ممكن ابتدي باوضه بس وبعدين ابقى ليه اصلا اجيب نيش، ليه اصلا اجيب صيني. لا هي دي بقى لها كتير، القصص دي بقى لها كتير. تطبيقيا خلينا نتكلم احصاءات، تطبيق في الواقع غير لما احنا نلاقي نماذج معينه. خد بالك ان حد هيقول لي ما هو العنصر الاقتصادي برضو اثر، ما هو العنصر الاقتصادي ده هو اللي خلق جيل تصنيفه العالمي بقى قادر يتاقلم مع المستوى ده. يمكن احنا لو كنا عايشين، انا شايفه الحته دي صح، ده حقيقي، لان احنا كنا مربوطين بتفاصيل يعني مش مهمه، وبتزود على الشاب والبنت في بدايه عمرهم تكاليف كتير وحاجات هم مش محتاجينها علشان يبتدوا حياتهم، وممكن بالفلوس دي يعملوا حاجات اكتر بالزبط. فانا كنت شايفه ان ده ستيريوتايب او صوره نمطيه كانت بتضغط عليهم ماديا وفي التفكير وفي كل حاجه ملهاش لازمه، فدي من الحاجات الصح في الجينيريشن ده. علشان كده بنقول دايما التعامل مع الناس دي حتى لما في البيت او في البيزنس او في الكوميونتي عموما، يعني لو انا مثلا بقابل حد من الناس دي في النادي، في بتعامل معاه somehow باي طريقه، لازم الناس دي تديها مساحتها، يعني حاسسه دايما ان هو عايز تكسبه بشكل كبير، مش تاخد رايه، لا، اديله مساحته من البدايه اصلا، خليه هو حر وهو اللي يقدم عليك بالاكشن، ما تاخدش انت، ما تقترحش عليه او تديله اوردر مثلا احنا عايزين نعمل كذا، سيب هو قول له ايه الافكار اللي ممكن استغلها في حاجه معينه، اسمع منه كتير. الناس دي دايما بتحب بدون ان تشعر، بدون ان تدري، تبحث عن الراحه النفسيه، نفسه يبقى مبسوط. انا يعني ده بيزد اون اكسبيرينس فعلا، انا بسمع جمل من سن صغير انا نفسي عمري ما كنت اعرفها غير في سن كبير، يعني حتى من اللي هو فكره اتكلم، انت لما تتكلم هتبقى مرتاح اكتر، تقدر تشوف حد بترتاح معاه وتتكلم مع، يعني في تفاصيل كده، يمكن عشان اطلاعهم على الحاجات النفسيه اللي احنا كناش نعرف عنها حاجه، التروما والناس اللي بيبقى عندها فوبيا واسماء امراض معينه وحاجات ليها علاقه بالتفاصيل النفسيه، هم شافوها وشافوها وقروا عنها وسمعوا، وبقى في سوشيال ميديا، احنا يمكن ما كناش نعرف كل التفاصيل دي، فبقى في اكتر وعي. وفي نفس الوقت زي ما في وعي في مشاكل، ان انا بقيت عارف انا مشكلتي ايه، انا بقيت عارفه ده انا عندي فرط حركه ADHD، ده انا ما اعرفش اصلا انا قريت كذا، دي هي دي الاعراض اللي عندي،
فيمكن ده برضو من الحاجات اللي هي ذو حدين. انا بقى عندي وعي وبقيت اعرف اتكلم، وده فعلا انا بسمعه. انا ممكن ابقى متضايقه الاقي حد من سن صغير جاي جدا جاي يقول لي لا اتكلمي علشان ده يضغط على نفسي. هديكي مثل لعبه جميله قوي ممكن نلعبها احنا عشان نفهم اللي فعلا انت بتقوليه 100% صحيح. لعبه جميله قوي كده، ورقه وقلم. هتجيب حد من جيل زد، حد من جيل واي، خلاص جيل او جيل اكس، بلاش واي يعني واي ورا قوي يعني. هنبتدي نكتب كل واحد كام موبايل نزل في عهده. يعني انت كده افتكر كام موبايل كان بينزل عمل معاك علامه، الموبايل ده كان واو لما نزل قلب الدنيا يعني. كام اصدار، كام اللي انت فاكره. ومش مهم ان انت تجيب لي داتا فعليه يعني. واكتب السنين كده، انت مش عارف شفت الموبايل ايه ده نزل عمل طفره فين. وهات بقى جيل زد يكتب عدد الامكانيات او الموبايلز اللي نزلت في عهده. هتلاقي اللي هو بيحصل معاه ده، انا بجيب بس بند واحد بس للقياس مدى التطور اللي هو فيه. اللي حصل معاه زد في سنه ممكن حصل معاك انت في 10 15 سنه. وبناء عليه هتلاقي ان الفجوه هنا في التفكير مختلفه خالص، وطبيعي بتتنقل للمرادفات. يعني زي ما انت قلت كده مصطلحاتهم التعبيريه مختلف عننا، يعني تحس ان كلامهم كبير. ويمكن الفا جيل الفا اللي هو دلوقتي 5 سنين 4 سنين 6 سنين 7 سنين هتلاقي ده في حته تانية خالص. يعني انا عندي بنتي صغيره 4 سنين بتقول لي ايه؟ بتقول لي خلي بالك على نفسك وطمني عليك. الجمله دي من طفله عندها 4 سنين من حوالي 10 15 سنه بالموضوعيه، هي مش بتقولها مش بتتكلم، يعني انت تحس ان في كاركتر موجود. هي فاهمه هي بتقول ايه بالظبط وفاهمه. ده اللي انا بتكلم فيه، ان انت لازم تبقى عارف ومدرك اللي قدامك ده سرعه التفكير بتاعته ومعدل زي ما بيقولوا اللوغاريتم في التعامل مع الامور. طب عمر السرعه دي مش بتخلينا نمل اكتر، نبقى عرضه اكتر ان احنا مفيش حاجه راضيين عنها 100%؟ انت هنا تقصدي احنا مين؟ لا مش احنا، انا بتكلم على الجنزي. انا حلو جميل كده حددنا هو بالنسبه له. هو دلوقتي هو بيمل بسرعه بالظبط، مش مفيش حاجه عارف يثبت فيها، شايف ان كل حاجه. انت هنا بتتكلمي على جين زي بالنسبه لجين زي ولا بالنسبه لك؟ لا بالنسبه لهم هم بالنسبه لهم هو مش بيمل. هديكي مثال بسيط كده. احنا كنا زمان بنتفرج على مسرحيه مدتها كام ساعه، مسلسل مدته قد ايه، موفي مدته قد ايه. النهارده الناس ما بتحبش تدخل السينما، من احد اهم الاسباب ان هو دور على طول على الملخصات او الحاجات اللي فيها تيك توك على طول. يعني هو محتاج 3 دقائق 30 ثانيه، ما تجيبليش ناشونال جيوغرافيك فيلم تسجيل كبير. هو اتاقلم على كده، ده العادي بتاعه ان نمط حياته سريع. هو بالنسبه له ده ما بيسببلهوش مشكله. يسبب لمين مشكله؟ هاتي كده حد بيسمع ام كلثوم، طلعيه من حفله ام كلثوم ساعتين قاعد مزج مبسوط، ودخليه اي حفله من الحفلات الموجوده بتاعتنا دلوقتي. الجيل بتاعنا بلاش الجيل بتاعنا، احنا هنتكلم الجيل اللي قبل مننا، مثلا بنتكلم مثلا حفله لعمرو دياب، حفله محمد فؤاد. لا هما بيميلوا اكتر للراب، الرابرز كلهم. انا عايز اقول لك مثلا اهو، انت طب اقول لك على حاجه من ضمن الحاجات اللي انت اللي عايزك تسمعيها وغريبه جدا يعني. الراب وكل اللي هنسميها الايه الميوزك الحديث اللي ظهر، يعني هو مش حديث في مصر. وده الدليل ان اصلا التصنيف الاجيال فيه، انا كنت بتكلم معاكي قبل ما ندخل حلقه في الحته دي، بقول لك ايه التصنيف ما ينفعش يبقى ستامب، لان اصلا معظم الرابرز والناس اللي بتغني الروك وارتفيشال روك وكل الميوزك اللي موجوده دلوقتي اللي جايه من بره، الناس دي كبيره في السن مش صغيرين، خد بالك. هم بيسمعوا مين؟ يعني مين اللي على الساحه؟ اللي على الساحه نجوم، هم مش من زد جنريشن اصلا. الطفره ابتدت من قبل كده، هي ظهرت للعالم. فخد بالك ان انت ده معناه ايه؟ امكانيه التواصل موجوده، امكانيه ان احنا نقدر نفهم بعض موجوده، بس احنا نتكيف زيهم 100% ده صعب. زي اللي انت بتقولي، انا لو اتحطيت يا عمرو في نمط الحياه اللي هم عايشينه، انا يعني حاسه ان في اضطراب ممكن يحصل. والدليل منظمه الصحه العالميه دلوقتي، المشاهدين ممكن يدخلوا يفتحوا كده جوجل يسرش في منظمه الصحه العالميه الاضطرابات النفسيه اللي بتبقى مع كل جيل، هتلاقي هم ليهم اضطرابات نفسيه تصنيف غيرنا احنا تماما. ليه؟ لان هو نمط الحياه بتاعه اتعود عليه، بقى ليه لايف ستايل. هو يقدر يتحمل على فكره حاجات احنا ما نقدرش نتحملها، حجم المعلومات وسرعه المعلومات اللي عنده غيرنا احنا تماما. فده في ديفرنس.
طب اسلوب النصيحه، هما دايما شايفين ان دماغهم متطوره اكتر من الجيل اللي قبلهم وعارفين اكتر وعندهم معلومات اكتر، فهم ما بيقبلوش النصيحه بسهوله لان هما عندهم المعلومات الكافيه. انا عارف، انا فاهم، انا قاري اصلا اكتر منك في الكلام ده وعارف ده معناه ايه. فاكيد في طريقه نقدم بيها النصيحه للجان زي من غير ما نقع في الصدمات، يعني صح. يبقى في ما بيننا طريقه لطيفه اقدر اقول له النصيحه بتاعتي بس من غير ما ندخل في كلاش. انا عايز اقول لك ان رقم واحد يعني لازم نركز عليها في التعامل مع الناس دي الايفيدنس، لازم نجيب الحقائق واحنا بنتكلم. ما ينفعش تدي له اوردر، ده رقم واحد. ما ينفعش ان انت تقول الموضوع بدون ملابسات بدون حيثيات، لان غالبا احنا لما بندي اوردر بنكون جبنا الموضوع من اخره. يعني ابتدي الكلام بايه رايك؟ ايه رايك؟ وتعالى نتكلم في ديتيلز، نتكلم في التفاصيل، وعايز اشوف انت وجهه نظرك ممكن تروح فين؟ واحكي لي انت لو انت الموضوع دوت هتمشي فيه، هتمشي لحد فين، توصل لايه؟ لان هو لازم يفهم السايكل. طبعا احنا هنا بنفصل ما بين الـ احنا بنتكلم، مش عايزين نعمم ده على كل المشاكل. يعني في مشاكل بتبقى مشاكل مثلا انت عايز تاخد اكشن مع حد في البيت معين من الشباب اللي عندك في البيت عشان مثلا هيعمل حاجه غلط. انا هنا بتكلم في العموم، انت لازم تاخدي بالك ان انت تتكلمي معاه وتدي له المساحه بتاعته، ده لازم. وعلى فكره اي حد من الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي وبتتابعنا ما ينفعش يحط هنا كده قاعده، انت لو مش هتقدر تتناقش ما تديش اوردر تحت اي ظرف، لان هيعمل اللي في دماغه. واذا كنت تظن انه بيعمل اللي انت عايزه، لا راجع نفسك. هو غالبا ده حاصل من زمان. راجع نفسك يعني راجع نفسك عشان بس انت بيتهيأ لك يعني. تمام، هو مش هيعمل اللي انت عايزه. انا هنا ما بعممش، في استثناءات لكل شيء، في استثناءات، بس بصفه عامه انت لازم توصل لمرحله من بدايه النقاش انك بتعرض كل الافكار وما تقفلش النقاش غير لما اللي قدامك تحس ان هو مستريح. استخدم نظام، احنا بس الناس ساعات بتضحك يعني، استخدم نظام الكاستمر سيرفيس وانت بتتعامل مع الناس في البيت، مع الجيل ده بالذات. تخيلي كده انت في البيت بتتعاملي زي كاستمر سيرفيس اي شركه اتصالات. ياه الموضوع هيبقى لذيذ. يعني هو ايه، تمام، بنتكلم جد يعني، السمايل فيس، الهدوء خالص. انت ما تقدرش تعصب على الكاستمر بتاعك عشان انت لو اتعصبت عليه هتنقص بوينتس. حاول تتعامل معاه بنفس الطريقه. هو هدفه في الحياه الجيل ده عموما ان هو تاني نقطه الامان بتاعته السعاده. هو لما بيهرب بيهرب عشان يبقى مبسوط. انت لما بتيجي تتعامل معاه تنصحه او تديله اوردر لازم توصل للنقطه دي، ايه اكتر حاجه هيعملها هو هتتحطه في نقطه الامان بتاعته وفي نفس الوقت يعمل الصح من وجهه نظرك انت. وطبعا التربيه من البدايه والتاسيس بيفرقوا كتير، فكل ده ما كان ضعيف كل ما انت هتبذل مجهود اكتر في التعامل معاه وهو كبير. عمر يعني اديتنا كتالوج كده باختصار لجان زي، اتمنى انه اي حد عنده الجيل ده في البيت سواء اخوه اخته ابنه او بنته لازم تعرفوا الطريقه الصح زي ما قال لكم كده عمر، ان انت لازم طول الوقت تبقى هادي وبطريقه كده لطيفه وبسمايل لذيذه كده تديله المعلومه علشان يعرف يستقبلها منك، لان هو شايف نفسه مطلع زياده عن اللزوم، عنده معلومات اكتر منك وانه هو شايف اكتر من الدنيا وعارف حاجات كتير قوي. فلازم يبقى فيه طريقه او كتالوج كده معين عشان نعرف نتعامل معاهم، وكل جيل وكل حاجه بتظهر جديده بتفيدنا صح، بس التربيه في الاساس هي الحجر اللي هتحطه بعدين هتبني عليه. شكرا ليك يا عمرو، نورتنا النهارده. ميرسي جدا، شكرا. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بحلقتنا النهارده، نشوفكم في حلقات تانية كتير من عيش سعيد. باي باي.